نبارك لكم نجاحكم في الفصل الدراسي الاول وسنصحبكم في درس جديد ان شاء الله في الفصل الدراسي الثاني، عنوان درسنا لهذا اليوم هو نشأة الاقتصاد العماني وتطوره، ان شاء الله سوف نتحدث عن هذا الدرس بالتفصيل باذنه تعالى. منذ وجود الانسان العماني على هذه الارض المباركه وهو يكافح من اجل تعميرها مستعينا بما فيها من الخيرات والموارد التي حباها الله بها والتي ساعدته على تامين حاجاته من الغذاء والمسكن حيث تمكن من تحسين وضعه المعيشي من خلال تطوير اساليب الحياه التي تجعله قادرا على الانتاج وتبادل تلك المنتجات وتكوين نشاط اقتصادي منذ القدم اذا سوف نتحدث ان شاء الله عن تطور النشاط الاقتصادي في سلطنه عمان اولا سنتحدث عن العوامل التي اسهمت في تحديد شخصيه الاقتصاد العماني. هناك مجموعة من العوامل منها العوامل الثقافية وهي عبارة عن صلات حضارية ربطت عمان مع غيرها من الدول المجاورة، وكذلك العوامل الجغرافية بحكم الموقع الجغرافي لسلطنة عمان، الموقع المفتوح على البحار الذي ساعدها في الاتصال مع الحضارات أيضاً المجاورة منذ القدم وحالياً، كذلك عوامل اللي هي تاريخية فتاريخ عمان سواء كان هذا التاريخ يتسم بالأمن والاستقرار الذي أسهم أيضاً في نمو الاقتصاد العماني. بالنسبة لتطور الاقتصاد العماني راح نتتبع ثلاث مراحل زمنية إذا المطلوب منا تتبع ثلاث مراحل زمنية. المرحلة الأولى اللي هي العصور القديمة. أما الفترة الزمنية الثانية فهي فترة العصور الإسلامية والحديثة وسنختم درسنا بالحديث عن عهد النهضة المباركة لنبدأ الحديث إذن عن العصور القديمة في العصور القديمة أسهمت مجموعة من العوامل في ازدهار النشاط الاقتصادي في هذا العصر تحديدا وهذه اللي هي العوامل هي عوامل تاريخية مثل الاستيطان البشري حيث قام العمانيون بإنشاء مجموعة من المستوطنات والتي قمنا بدراستها في الفصل الأول مثال عليها اللي هي مستوطنة الحمراء أو حتى قلهات وبات على سبيل المثال لا الحصر هذه المستوطنات طبعا اسهمت في تعزيز حركه التجاره وازدهار النشاط الاقتصادي في العصر القديم. العامل الثاني وهي العوامل الجغرافيه مثل تنوع مظاهر السطح وايضا تطرقنا اليها في الفصل الاول مظاهر السطح من الجبال والسهول وغيرها، وتنوع الاقاليم الاقاليم المناخيه الموجوده في سلطنه عمان، تحدثنا عن اربع اقاليم مناخيه موجوده في سلطنه عمان، الإقليم الصحراوي الجاف، والإقليم شبهي الجاف، وكذلك الإقليم الموسمي وإقليم البحر المتوسط. هذا التنوع في الأقاليم ومظاهر السطح تحديدًا أسهمت أسهمت في تنوع المنتجات الاقتصادية، وكذلك ازدهار النشاط الاقتصادي. سنبدأ أولاً الحديث عن تأثير تنوع مظاهر السطح والأقاليم في سلطنة عمان وأثرها على الأنشطة الاقتصادية، وسؤالنا هو دلِّل على تأثير تنوع السطح والأقاليم في سلطنة عمان على تنوع الأنشطة الاقتصادية في العصور القديمة راح نقسم أول شيء اللي هي المظاهر السطح إلى ثلاثة اللي هي خلنا نقول مظاهر من مظاهر السطح لنبدأ أول شيء بالمناطق الساحلية، مثلا ملاحظين عندنا المناطق الساحلية، فسلطنة عُمان تقع على البحار والمحيطات، نتيجة لوقوعها في المناطق الساحلية طبعا استغل العُمانيون وجودهم على السواحل من خلال الصور مثل ما ملاحظين في استغلال الثروات البحرية مثل صيد الأسماك في الصورة رقم واحد. والصورة رقم اثنين هنا نلاحظ اللي هي أيضا اللي هي الغوص والبحث عن اللؤلؤ تجارة اللؤلؤ قديما أيضا كانت موجودة ومن ثم في الصورة ثلاثة اللي هي التجارة حيث كانت هنالك التجارة البحرية هذا بالنسبة لوقوعهم في المناطق الساحلية اما بالنسبه للمناطق السهليه وجميعنا نعرف بان المناطق السهليه تربتها تكون تربه خصبه فبالتالي راح يزدهر فيها نوع من انواع الانشطه الاقتصاديه وهو النشاط الزراعي تحديدا. مصادر الحصول على مياه الري ري المزروعات قديما في العصور القديمه كان عندنا مصدرين للحصول على المياه توضح الصوره رقم واحد المتمثله في مياه الامطار حيث كانوا يعتمدوا على سقوط الامطار مباشره لعمليات الري اما المصدر الثاني وهي آه اللي هي صوره توضح اللي هي الافلاج حيث شق العمانيون الافلاج منذ آه القدم وساعدت الافلاج بانواعها المختلفه آه في ري المزروعات منذ القدم وحتى الوقت الحالي ثالثا المناطق الجبلية إذا عندنا آه المناطق مثل ما ذكرنا الساحليه ثم تطرقنا الى المناطق السهليه وحاليا راح نتكلم عن المناطق الجبليه طبعا المناطق الجبليه كيف استفاد العمانيون من المناطق الجبليه استفادوا من خلال استخراج المعادن اهم هذه المعادن تحديدا معدن النحاس طبعا قاموا باستخراج هذا المعدن ومن ثم اعاده تصديره الى الحضارات المجاوره لعمان مثل حضاره بلاد الرافدين والمقصود فيها العراق حاليا وكذلك حضارة دلمون اللي هي حاليا البحرين، وكانت تمتد في البحرين وقطر وبعض الاجزاء الشمالية من الخليج العربي، أما حضارة ملوخة وهي المقصود فيها حضارة بلاد السند، إذا أعاد العمانيون تصدير هذه السلعة اللي هي سلعة النحاس إلى المناطق، هذه مواقع الحضارات التي صدروا إليها هذه البلاد الرافدين وإحنا ذكرناها أنها العراق وكذلك دلمون المقصود فيها اللي هي البحرين حاليا ملوخه ممكن نعرفها ايضا بحضاره بلاد السند البعض يعرفها بهذا الاسم اذا هذه اللي هي الحضارات التي صدروا اليها النحاس موقعها ايضا على الخريطه راح نبين اللي هي او نوضح اختلاف طبيعه السطح والاقاليم الجغرافيه على تنوع النشاط الاقتصادي في عمان منذ القدم حسب الجدول الاتي، بعد ما شرحنا الحين راح نحل النشاط، عندي طبيعه السطح، طبعا طبيعه السطح راح نقسمها الى جبليه، سهلية وساحلية المطلوب منا تحديد نوع النشاط الاقتصادي الذي مارسه سكان سلطنة عمان في هذه هي المناطق خلنا نقول في المناطق الجبلية مارسوا اللي هو نشاط التعدين أما في المناطق السهلية مثل ما ذكرنا منطقة سهلية موجود فيها تربة خصبة إذا النشاط الزراعي أما في المناطق الساحلية النشاط الاقتصادي الذي سوف يمارسونه ممكن يمارسوا هي نشاط صيد الأسماك أو استخراج اللؤلؤ أو التجارة والملاحة البحرية أمامنا أيضاً مخطط لأحد القرى، ادرس المخطط جيداً، ثم نجيب على الأسئلة الآتية، طبعاً هذا مخطط لقرية، مخطط بسيط، المطلوب منا استخرج من الصورة اثنين من مصادر الري، طبعاً المشار إليهم بالأرقام واحد واثنين على الخريطة، إيش هي مصادر الري المشار إليها بالرقم واحد واثنين على الخريطة، هذا مصدر الري الأول مشار إليه بالرقم واحد ومصدر الري المشار إليه بالرقم اثنين على الخريطة طبعا مصادر الري هي واحد المقصود فيها الأمطار اثنين اللي هو نظام الري عن طريق الأفلاج اسم العصر الذي استخدمت فيه مصادر الري هذه في سلطنة عمان أي عصر تم استخدام هذه المصادر تحديدا تم استخدامها في العصور القديمة ثالثا من وجهه نظرك كيف يمكن الحفاظ على مصدر الري المشار اليه بالرقم اثنين اولا نلاحظ رقم اثنين، هذا هو مصدر الري المشار اليه بالرقم اثنين، لاحظ قنوات و هي القطاع الطولي للفلج، وتحديدا للافلاج العينية. كيف يمكن ان نحافظ على الافلاج من وجهة نظركم؟ طبعا يمكن الحفاظ على الافلاج عن طريق ترميمها، صيانتها، والحفاظ عليها لانها ارث تاريخي وحضاري يجب الحفاظ عليه للاجيال القادمه ايضا الاهتمام فيها نظافتها وغيرها من الاشياء اللي ممكن ايضا نقوم فيها للاهتمام بالافلاج وتعتبر اليوم بعض الافلاج مناطق ومزارات سياحيه في خريطة موجودة عندكم في الكتاب اللي هي خريطة في الشكل رقم واحد للطرق التجارية بين الحضارات القديمة، بامكانكم ايجاد هذه الخريطة في صفحة 94، لنقوم بدراسة هذه الخريطة أولاً، المطلوب منا دراستها دراسة جيدة ودقيقة جدا، طبعاً أول حاجة راح نقرأ اللي هي مفتاح الخريطة الموجود على اليسار، راح نلاحظ عندي ثلاث ألوان مختلفة وبجانب هذه الألوان شهور الي آه، هي ايضا آه، مختلفه طبعا الالوان هذه هي تدل على الطرق التجاريه الطرق التي خرجت من عمان الى الحضارات المجاوره طبعا في الجدول سهلنا عمليه اللي هي دراسه هذه اللي هي الطرق التجاريه حددنا المنطقه ورحلات الذهاب والعوده او الاياب والمده الزمنيه التي قد تستغرقها السفن للذهاب والعوده لنبدا بـ اللي هي اول شيء المنطقه الاولى اللي هي منطقه ملوخه وممكن ايضا بجانبها هنا راح نلاحظ اللي هي وجود الهند جزء منها واضح على الخريطه اللي هي الهند ايضا شرقي اسيا ممكن الوصول عبر هذا الطريق الى شرقي اسيا حتى الصين، هذا الخط راح نلاحظ ان السفن خرجت اللي هي في اللي هي طريق التجاره باللون البنفسجي الموجود على الخريطه، هنا اللون البنفسجي نلاحظ انه هذا الخط طبعا اللي هو كان ما بين شهر سبتمبر الى مايو، وتستغرق رحله الذهاب هذه حوالي تسعه اشهر، طبعا تسعه اشهر اذا كانوا راح يكملوا المسير الى الصين. اما رحله العوده فاللي هي باللون الاسود هذا رحله العوده مره ثانيه تعود السفن الى عمان ومنها تنطلق الى الخليج العربي او حتى تنطلق الى اللي هي شرقي افريقيا هذه رحله العوده تكون ما بين شهر اكتوبر الى مارس وتستغرق رحله العوده حوالي سته أشهر طبعا أنتم تحسبوا الفترة الزمنية ما بين سبتمبر إلى مايو فنقدر نطلع أنها تسعة شهور أيضا من أكتوبر إلى مارس إذا حسبنا الشهور ما بين أكتوبر إلى مارس رح يطلع لنا اللي هي ستة أشهر المنطقة الثانية اللي هي منطقة شرقي أفريقيا هذه اللي هي شرقي أفريقيا طبعا هي ما واضحة كثير على الخريطة لكن لو أكملنا الخريطة مثلا رح نجد اللي هي شرقي افريقيا في الاسفل فالطالب ممكن ان هو يحدد اللي هي هذا المنطقه اللي هي منطقه شرقي افريقيا طبعا هذه المنطقة اللي هي منطقة شرقي افريقيا راح نجد انه في سهمين عندنا، سهم باللون الاسود والسهم الاخر اللي هو باللون الاصفر، ركزوا معانا على السهم اول شيء اللي هو باللون الاسود وهذا يمثل رحلة الذهاب، اذا تنطلق السفن من عمان إلى شرقي افريقيا اللي هي باللون الاسود باتجاه الجنوب، طبعا السفن الحين تبحر جنوبا ما بين شهر اكتوبر إلى شهر مارس اما رحلة العودة اللي هي باللون الاصفر، لاحظوا الاسهم الحين الاسهم باتجاه الشمال اذا هي في رحلة العودة إلى عمان، تنطلق رحلات العودة ما بين شهر مايو إلى شهر يونيو وتستغرق كل من رحلة الذهاب والعودة ستة أشهر. المنطقة الثالثة إذا حددنا نحن المنطقة الأولى وبعدين حددنا المنطقة الثانية وحددنا الحين راح نحدد اللي هي المنطقة الثالثة اللي هي الخليج العربي طبعا هذه مناطق الخليج العربي مثل ما واضحه معكم على الخريطه مناطق الخليج العربي اللي هي دول الخليج العربي الواقعه على هذا المسطح المائي وكذلك العراق وبلاد فارس قديما اللي هي ايران حاليا رحلات الذهاب اللي هي ما بين يوليو الى اغسطس طبعا اللون الاحمر هو يمثل خط رحلات اللي هي الذهاب والعوده في الخليج العربي نفس الخط الذهاب من يوليو الى اغسطس ايضا هي رحلات العوده ما بين شهري يوليو واغسطس بالنسبه للمده الزمنيه تستغرق تستغرق قرابه اللي هي الشهرين سواء رحلات الذهاب او العوده قد تستغرق منهم اللي هي شهرين طبعاً نلاحظ أن الخليج العربي بالنسبة للمسطح المائي هذا لا تحدث فيه تقلبات مائية كثيرة فرحلات قد تكون مستمرة طوال السنة أيضاً. ايضا نشاط اخر في التعامل مع الخريطة، وهنا مطلوب منكم تركزوا على مواقع آه اللي هي الحضارات القديمة التي صدرت اليها عُمان، تحديدا سلعة آه النحاس، لو ركزتوا في خريطة 94 راح تجدوا بعض المواقع الموجودة فيها المطلوب منكم حفظها، بالاضافة إلى حفظ آه طرق التجارة، وقد يطلب من الطالب أيضا رسم بعض الخطوط آه اللي هي التجارة، نفترض أنه هذا الخط اللي هو باللون الأحمر هنا آه غير موجود على الخريطة فيطلب منا في في الامتحانات الرسم مثلا خط ذهاب الى منطقه ملو خلينا نفترض انه هذا الخط غير موجود المطلوب مني انا رسمه لاحظوا انه هذا الخط ينطلق من هنا تقريبا خلينا نقول ينطلق من صور او ربما ينطلق من صحار وربما من مسقط ولكن بما انه الخط هنا ينطلق معانا من صور راح ناخذ اللي هي السهم بهذه الطريقه وراح نرسم بهذا الاتجاه ونلاحظ ايضا اتجاه الاسهم مطلوب منا رسم اللي هي الاسهم وصولا الى منطقه اللي هي ملوخه عندنا على الخريطه هذا المنطقه اللي هي منطقه منطقه ملوخه على الخريطه ثم تكمل بعد ذلك طبعا اللي هي باتجاه الجنوب الشرقي وصولا الى الهند تتوقف في احدى محطاتها في الهند في كلكوت وتكمل مسيرها حتى ميناء كانتون في الصين بالنسبه لسؤال وقع على الخريطه نؤكد على مثل هذه الاسئله لأنه هذه الاسئله كثيره تتكرر في الاختبارات اللي هي وقع ومعنى كلمه وقع راح نعيد مره اخرى اللي هي المطلوب منكم كتابه اسماء الحضارات القديمه على الخريطه اذا المطلوب منا انه نكتب اسماء الحضارات القديمه التي صدرت اليها عمان هذه السلعه طبعا هنا الحين كتبنا اللي هي بلاد الرافدين وكذلك دلمون وملوخه على الخريطه وقع على الخريطة أمامك حضارة مجان طبعا المقصود بحضارة مجان المقصود فيها سلطنة عمان وين موقع بلدنا الحبيبة عمان هذا موقعها بكل تأكيد إذا نحن راح نوقع هنا آه، اللي هي آه ملوخة على مجان عفوا على الخريطه اذا وقعنا اللي هي مجان على الخريطه. السؤال الثالث وقع على الخريطه المحيط الهندي، لا تنسوا تحفظوا مواقع المسطحات المائيه على الخرائط بما فيها ايضا الخليج العربي هذا موقع الخليج العربي، اما المسطح المائي الكبير هذا المقصود فيه اللي هو المحيط ال... الهندي اذا راح نوقع اللي هي المحيط الهندي على الخريطه وبكذا نكون احنا استكملنا كل عناصر الخريطه ضروري معرفه او قراءه دقيقه لمفتاح الخريطه ايضا مطالبين انتم برسم اسهم طرق التجاره وتتبعها ومعرفه الاشهر مثل ما حللناها سابقا في الجدول الماضي بالنسبة للعصر الثاني اللي هو العصور الإسلامية فهنالك العديد من الأنشطة الاقتصادية التي مارسها العمانيون في العصور الإسلامية والحديثة، من أبرز هذه اللي هي الأنشطة طبعاً نشاط التعدين ونشاط الزراعة والصناعة والتجارة وصيد الأسماك. بالنسبة للنشاط الزراعي فهو يعتمد أيضاً على نشاطين آخرين اللي هو نشاط الرعي وتربية.. الحيوانات طبعا كلنا نعلم بان الحيوانات تحتاج الى اللي هي الاعلاف فبالتالي توفر لها مصدر وبالتالي هي تعتبر مصادر مرتبطه ببعضها او انشطه مرتبطه ببعضها البعض بالنسبه للصناعات التي اشتهرت بها سلطنه عمان في العصور الاسلاميه والحديثه فهي اشتهرت بصناعه السفن تحديدا ومن اشهر هذه المدن التي اشتهرت بصناعه السفن ولايه صور العمانية رح نأتي لاحقا ونحدد موقعها على الخريطة وكذلك صناعات مرتبطة بخامات محلية ركزوا لي على كلمة خامات محلية يعني هالخامات موجودة في بيئتنا الإنسان قام باستغلالها وصنع منها اللي آه هي صناعات متعددة ومختلفة، طبعاً مثال على الصناعات القائمة على الخامات المحلية، أعطي مثال إذاً مطلوب منا نعطي مثال على الصناعات القائمة على الخامات المحلية، مثال عليها اللي هي الخوصيات أو ممكن نسميها السعفيات، سعف النخيل استخدموه في صناعة العديد من الأدوات المنزلية وغيرها، الخزفيات، معنى الخزفيات اللي هي الفخاريات وطبعا معروف ولايه بهله بانها من اشهر المدن العمانيه في صناعه الفخار. الحلي النسائيه وطبعا الحلي قديما كانت يستخدموا فيها اما معدن اللي هي النحاس او معدن الفضه وطبعا اغلب الحلي النسائيه التقليديه او حتى الرجاليه رح نأتي على صناعه الخناجر يستخدموا فيها الفضه. وكذلك صناعه العطور طبعا العطور كانوا يستخدموا فيها الورود الموجوده في البيئه المحليه تحديدا في الجبل الاخضر الورد يستخدموا في تقطير اللي هي هذه الورود وصناعه العطور منها بالنسبه للتجاره فعمان كانت لها تجاره مع العديد من الدول والمناطق الاخرى طبعا تجاره مع الهند بالاضافه الى ايضا الصين رح نأتي على ذكر أيضا الصين وكذلك شرقي افريقيا منطقة شرقي افريقيا وأيضا مارسوا اللي هي نشاط صيد الأسماك خلينا ناخذ بعض الأنشطة أهم الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عمان في العصور الإسلامية والحديثة اختر الإجابة الصحيحة ثم فسر اجابتك، لاحظوا السؤال مقسم إلى جزئيتين، الجزئية الأولى لازم نختار الإجابة الصحيحة ما بين نشاط الزراعة والتجارة، أيهما يعتبر أهم نشاط اقتصادي في العصور الإسلامية والحديثة؟ ثم بعد ذلك نفسر الإجابة، أول شيء راح نختار الإجابة، اخترنا اللي هي الزراعة. طيب فسر بمعنى لماذا؟ إذا لماذا نحن اخترنا اللي هي النشاط الزراعي اللي يعتبر أهم الأنشطة الاقتصادية في العصور الإسلامية والحديثة؟ طبعاً لأنه هذا النشاط يلبي حاجات السكان المحلية ويصدر الفائض منه إلى الأسواق، سواء كانت الأسواق الداخلية أو الخارجية. إذا أول شيء هو راح يلبي حاجة السوق المحلي، الفائض من اللي هو النشاط الزراعي سوف يصدر إلى المناطق أو الأسواق سواء كانت هذه الأسواق داخلية أو حتى أسواق خارجية رح نعطي مثال على الأنشطة الاقتصادية في العصور الإسلامية والحديثة احنا ذكرناهم في المخطط السابق الحين مطلوب منكم مثال على الأنشطة الاقتصادية في العصور الإسلامية والحديثة أعطوني هذه الأمثلة بناء على المخطط السابق اللي درسناه قبل قليل طبعا مثال عليها اللي هي الزراعة الرعي، صيد الأسماك، التعدين، أيضاً عندنا اللي هي الصناعة والتجارة. إذا هذه أمثلة على الأنشطة الاقتصادية في العصور الإسلامية والحديثة، ممكن تذكروا اللي هي أيضاً الأنشطة المرتبطة بنشاط الزراعة اللي هي ذكرناها الرعي وتربية الحيوانات أو ممكن تذكروا في الصناعة اللي هي أمثلة على الصناعات التي تشتهر بها سلطنة عمان مثل ما ذكرنا سابقاً صناعة السفن أو الصناعات المرتبطة بالصناعات المرتبطة بالخامات المحلية. ضع علامة صح على أهم الأنشطة المرتبطة بالنشاط الزراعي في العصور الإسلامية والحديثة. طبعاً معانا مجموعة من الخيارات. الخيار رقم واحد الرعي واثنين الخزفية ثلاثة التعدين أربعة تربية الحيوانات. راح نلاحظ إنه عندي خيارين صحيحين داخل اللي هو المخطط أمامنا نريد نحط اللي هي إيش هم أهم الأنشطة اللي مرتبطة بالنشاط. الزراعة، شو يعني كلمة مرتبطة؟ يعني تعتمد على النشاط الزراعي، طيب تعال نشوف هل الرعي يعتمد الرعي بمعنى الحيوانات تعتمد في مرعاها على الزراعة؟ أكيد تعتمد عليها، الخزفيات؟ طبعًا لأ، الخزفيات اللي هو الفخار ما يحتاج إنه يعتمدوا على النشاط الزراعي، التعدين من المناطق الجبلية، تربية الحيوانات بكل تأكيد شخص اللي حاب يربي حيوانات راح يحتاج إلى النشاط الزراعي لإطعام هذه الحيوانات. مثال أيضاً على أهم المحاصيل الزراعية في عمان في العصور الإسلامية والحديثة، من أشهر أو أهم المحاصيل الزراعية اللي هو الليمون والتمور، طبعاً عمان تشتهر بزراعة النخيل، وبالتالي شيء طبيعي أن التمور هي تعتبر أهم المحاصيل الزراعية، وكذلك الليمون الذي يتوافر في أغلب محافظات السلطنة. هذه الصورة أيضا في الكتاب موجودة معكم المطلوب منا دراستها دراسة دقيقة وتحليل الصورة في الشكل 2 في صفحة 95 بالكتاب عندكم في خمسة صفحة 95 بالكتاب راح نحلل هذه الصورة ومن ثم نستخرج من الصورة أمثلة لبعض المنتجات العمانية في العصور الإسلامية والحديثة لاحظوا الصورة تحتوي على مجموعة من الأمثلة تعالوا نطلع هذه الأمثلة أول شيء عندنا في جهة اليمين اللي آه، هي الخناجر وكذلك الأسماك وعندنا اللبان، في جهة اليسار عندنا الرمان وكذلك الحلوى العمانية والليمون المجفف طبعا بما ان عمان من اشهر محاصيلها الليمون ولكثره هذا المحصول بعد ذلك يقوم بتجفيفه لاستخدامه لاحقا اذا هذه بعض الامثله الموجوده داخل الصوره لا تنسوا تركزوا على الصور الموجوده في الكتاب وتقوموا بتحليلها وطرح الاسئله عليها نشاط التجارة رح نبدأ التفصيل نشاط التجارة في العصور الإسلامية والحديثة إيش هي العوامل التي أدت إلى ازدهار نشاط الزراعة في العصرين تجارة عفوا في العصرين اللي هي الإسلامي والحديث طبعا العامل الأول اللي هو الموقع الجغرافي مثل ما ذكرنا موقع سلطنة عمان المفتوح على البحار والمحيطات هذا ساعدها في اللي هي التجاره والتبادل التجاري، الخبره الملاحيه للعمانيون ولا ننسى ان نستشهد بالرحاله والجغرافية المسعودي الذي رافق العمانيون في رحلته الى جزيره مدغشقر، لماذا رافق العمانيون طبعا لشهره العمانيين وخبرتهم الملاحيه. من المحيطات التي تبادل فيها العمانيون اللي هي التجاره اللي هو المحيط الهندي تحديدا طبعا المحيط الهندي من اشهر المحيطات التي بحكم ان نقع على هذا المحيط وكذلك قاموا باستيراد العديد من السلع من العديد من المناطق الواقعه على المحيط الهندي مثال على المناطق اللي استوردنا منها السلع اللي هي الصين والهند فاستوردوا من الصين والهند كل من المنسوجات والصناعات سواء كانت صناعات نحاسيه او حديديه او حتى زجاجيه اذا امثله على الصناعات صناعات عندنا نحاسيه حديدية وزجاجية، من وين استوردنا هذه الصناعات؟ استوردناها من كل من الصيني والهند. أما بالنسبة لشرقي أفريقيا، استورد العُمانيون منها العديد من السلع، مثال على هذه السلع اللي هي الصوف، العاج، الجلود، العقاقير والمقصود فيها الأدوية، وكذلك العطور اذا هذه هي اهم السلع التي استوردها العمانيون من شرقي افريقيا لا تنسوا عمليه فهم وحفظ هذه المعلومات ومن ثم لاحقا قد يطلب منكم عمليه تصنيف هذه السلع حسب الدول التي استوردت منها عمان في التعامل مع الخريطة مطلوب منا هي كتابة أسماء الدول والمناطق المشار إليها بالرموز في الجدول أمامك. أمامكم لاحظوا في الخريطة عندي رموز ألف وباء وجيم المطلوب منا كتابة اللي آه، هي أسماء الدول والمناطق المشار إليها بالرموز على هذه الخريطة طبعا الرمز ألف هو يمثل اللي آه، هي الصين وممكن أحيانا نستعين ببعض الموانئ الموجودة في الخريطة مثلا كانتون أو لوقين هنا ممكن يساعدكم في حالة إنها موجودة ضروري تكون عندكم فهم للخريطة ومعرفة المواقع آه، الموقع باء اللي هو المقصود فيها الهند طبعا هذا الميناء اللي هو تتوقف فيه السفن العمانية ميناء كلكوت جيم المقصود فيها منطقة شرقي افريقيا، طبعا هذه المنطقة كلها اللي هي منطقة شرقي افريقيا، العمانيون سابقا كانوا يذهبون إلى شرقي افريقيا يتبادلوا معهم التجارة وفي المقابل يستوردوا منها العديد من اللي هي السلع وذكرناها سابقا، ذكرنا مثال عليها العاج وذكرنا الصوف وذكرنا العطور وذكرنا العقاقير. عدد اثنين من السلع التي استوردتها سلطنة عمان من الحضارة المشار إليها بالرمز ألف. تعالوا نشوف الحضارة ألف إحنا قلنا أن الحضارة ألف هي الصين إذا ما هي السلع التي استوردتها سلطنة عمان من الحضارة المشارة إليها بالرمز ألف لاحظوا معي ألف ايش هي ابرز السلع طبعا ممكن تذكروا مثال عليها اللي هي المنسوجات تحديد المنسوجات الحريريه او الصناعات ومثال على الصناعات عندي ثلاث امثله من الصناعات ممكن نذكر الصناعات النحاسيه او الصناعات الحديديه او حتى اللي هي الصناعات الزجاجيه سؤال في التصنيف وهذه الاسئله كثير ما تاتي في الاختبارات النهائيه، صنف السلع الاتيه التي استوردها العمانيون في العصور الاسلاميه والحديثه الى مصدرها، طبعا المصدر اللي احنا استوردنا منها مطلوب منا نصنف الصوف، المنسوجات، العقاقير، اللي هي العطور والمصنوعات. وكذلك المصنوعات الحديدية والنحاسية، الجلود والعاج. طبعا المنسوجات هنا راح نصنفها إلى الصين والهند المصنوعات الحديدية والنحاسية، الصوف والعقاقير والعطور والجلود والعاج راح نصنفها إلى منطقة شرقي أفريقيا. صورة أيضا موجودة في الكتاب وهي لأحد الصناعات التي اشتهر بها العمانيون، نحفظ الصورة. وراح نطرح مجموعة من الأسئلة عليها، ادرس الصورة التي أمامك جيداً ثم اجب عن الأسئلة الآتية، السؤال الأول اسم النشاط الاقتصادي المرتبط بهذه الصورة، طبعاً النشاط اللي هو أكيد الصناعة، ممكن تكتبوا صناعة السفن، اسم السفينة الواضحة في الصورة اسمها سفينة فتح الخير، المدينة العمانية التي اشتهرت بهذه الصناعة هي مدينة صور العمانية الواقعة في محافظة جنوب الشرقية. أيضا أسئلة ودائما تأتي هذه الأسئلة في الاختبارات اللي هي ذكر أمثلة أو إعطاء أمثلة على لناخذ أمثلة وهنا المطلوب منا كتابة مثالين من أولا الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنشاط الزراعي، ما هي الأنشطة المرتبطة بالنشاط الزراعي؟ تحدثنا عنها سابقا احسنتم بالفعل هو نشاط الرعي وتربية الحيوانات مرتبطين بالنشاط الزراعي مثالين على المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها عمان في العصور الإسلامية والحديثة طبعا اشتهرت بالليمون والتمور مثالين أيضا على الصناعات التي تعتمد على الخامات المحلية، هنا ممكن نكتب أكثر من مثال بحكم أنه عندي أمثلة متعددة، ممكن نكتب الخوصيات أو نستبدلها بكلمة السعفيات، الخزفيات ممكن نستبدلها أيضا بكلمة الفخاريات، العطور، الحلي والخناجر. أريد اثنين من العوامل التي ساعدت العمانيون في ازدهار التجارة بحكم وقوعهم على المحيط الهندي، ايش هي العوامل اللي ساعدتهم على ازدهار اللي آه، هي التجارة؟ آه، عوامل الموقع الجغرافي، وكذلك الخبرة الملاحية للبحارة العمانيون. ايضا نشاط اخر في التعامل مع الخريطه اللي هي هنا عندنا خريطه سلطنه عمان ندرس اول شيء الخريطه جيدا، المطلوب منكم معرفه اللي هي المحافظات الموجوده داخل اللي هي الخريطه جيدا، اذا اقرؤوا الخريطه جيدا، قوموا بحفظ اول شيء المحافظات ومن ثم بعد ذلك اطرحوا الاسئله، اول سؤال وق وقع على الخريطة، نرجع ونأكد، معنى كلمة "وقع" يعني نكتب، نكتب على الخريطة المدينة العمانية التي اشتهرت بصناعة السفن في العصور الإسلامية لو كان ما كان عندي مثلا خلينا نقول المساحه صغيره على الخريطه شو نسوي ممكن نكتب في خارج وبسهام نأشر الى المنطقه اللي احنا نريد نوقع عليها طبعا احنا وقعنا مدينه صور ولاحظوا استخدمنا الاسهم وضعنا دائره للاشاره الى الموقع الصحيح لمدينه صور وهي من اشهر المدن في صناعه السفن العمانيه اسم المحافظة العمانية تشتهر بصناعة السفن طبعا بما أنها صور فأكيد المحافظة اللي هي محافظة جنوب الشرقية اسم أشهر السفن التي قامت بتصنيعها المحافظة مشار إليها بالرمسين والشيء هذا المحافظة المشار إليها بالرمسين أوكي طيب شو هي المحافظة؟ هذه المحافظة اللي هي محافظة جنوب الشرقيه لاحظوا بانها تقع على بحر العرب اذا اسم السفينه المطلوب هنا نجيب باسم السفينه نشر سفنها اللي هي سفينه فتح الخير هذا بالنسبة للعصور الإسلامية والحديثة، أهم الأنشطة الاقتصادية الموجودة في العصرين الإسلامي والحديث. أما بالنسبة لعصر النهضة المباركة، راح نتكلم عن أهم الأنشطة في عصر النهضة المباركة منذ تولي السلطان قابوس طيب الله ثراء مقاليد الحكم في البلاد في 23 يوليو من عام 1970 طبعا تحولت البلاد تحول جذري وطال كافة الجوانب بما فيها الجانب الاقتصادي. وكانت فترة من عام 1970 إلى عام 1975 هذه فترة اللي يسموها البناء المؤسسي، فترة البناء المؤسسي اللي كانت تم وضع فيها اللبنات الأولى للاقتصاد العماني. إذا وضعوا فيها اللبنة الأساسية للاقتصاد العماني وبدأت الحكومة بتنفيذ العديد من الخطط التنموية والمشاريع لتطوير الاقتصاد العماني ونقله من اقتصاد كفائي إلى اقتصاد حديث في كلمات هنا المطلوب من نركز عليها داخل النص أولا كشخصية نركز على اسم الشخصية الموجودة هنا عندي تواريخ مطلوب من حفظها وكذلك اللي آه، هي فترات زمنيه اللي هي عام 1970 الى عام 1975 طيب ايش اللي ارتبط بهذه الفتره الزمنيه لاحظوا معي في الفق... اللي هي عام 1970 الى عام 1975 ارتبطت بهذه الكلمه البناء المؤسسي واللبنه الاساسيه للاقتصاد العماني ايضا عندنا تحول الاقتصاد هالكلمتين ايضا احفظوهم كيف تحول الاقتصاد تحول من اقتصاد كفائي إلى اقتصاد حديث. إذا حللنا النص، عرفنا شو الأشياء المطلوب احنا نركز عليها، إذا راح نبدأ بطرح الأسئلة وأيضا التعرف أكثر على الجوانب الاقتصادية في عصر النهضة المباركة للسلطان قابوس طيب الله ثراه. راح نوضح الجوانب اللي ارتكزت عليها سياسات السلطنة الاقتصادية حسب الشكل أمامنا، إيش هي أبرز هنا ممكن نقول عددي اذكري، ممكن يكون أيضا آه، اللي هي ناقشي سياسات السلطنة الاقتصادية في عصر النهضة المباركة، إيش هي أبرز السياسات اللي اتبعتها سلطنة عمان؟ أولا الانفتاح على الأسواق العالمية آه منذ القدم والعمانيون عموما كانوا يتواصلوا مع الحضارات ولكن الانفتاح أكثر مع آه الأسواق العالمية. وكذلك تهيئة المناخ الملائم لنمو الاستثمارات، هذه الاستثمارات قد تكون محلية أو حتى استثمارات أجنبية، ضروري نوفر له مناخ ملائم ومناسب نشجع فيه المستثمرين للاستثمار داخل السلطنة. تحديث التشريعات، طبيعي القوانين تتغير بتغير السنين، فبعض التشريعات التي قد تكون لا تتواكب أو لا تتلائم مع المرحلة الحالية لعمان يجب تغيير هذه القوانين تتلائم مع المرحلة الحالية عشان نطور من الاقتصاد العماني ونصل إلى مرحلة متطورة من الازدهار الاقتصادي أيضا تقديم الحوافز والتسهيلات ما في شيء يأتي بالساهل لازم أنا أقدم حوافز وتسهيلات سواء كان للمستثمرين أو حتى لأصحاب المشاريع سواء كان أو حتى المتوسطة ندعم هؤلاء المستثمرين المستثمرين سواء كان المستثمر الصغير أو المتوسط أو حتى المستثمرين اللي هو يمتلكون العديد من الأموال إذا نقدم لهم الحوافز اللي تشجعهم للاستثمار داخل البلد وخامسا توفير او تهيئه البنيه الاساسيه طبعا البنيه الاساسيه المطلوبه انه يكون عندنا مطارات مواني واللي الطرق الانترنت وغيرها من الاشياء اللي تساعد هؤلاء المستثمرين للقيام باعمالهم بطريقه سهله وسريعه جدا لانه سابقا كانوا يعتمدوا في نقل بضائعهم على قوه الرياح ثم البخار واليوم تطورت اكيد وسائل النقل واصبحت اسرع عندنا ايضا خريطه موجوده في الكتاب آه، هذه الخريطه مع موجوده معاكم في صفحه آه، آه، اللي هي صفحه 97 آه، ركزوا على هذه الخريطه اللي هي مواقع المواني والمطارات والمرافق في سلطنه آه، عمان راح نحلل الخريطه مع بعضنا الحين وراح ندرسها جيدا اول حاجه راح ندرس الخريطه اللي هي الرموز الموجودة فيها عندي ثلاث رموز موجودة على الخريطة إيش دلالات هذه الرموز نبدأ بالرمز الأول هذا الرمز راح نلاحظ أنه موجود في مكانين عندنا هذا الرمز المقصود فيه اللي هو المرفأ ومثال على المرافق مرفأ شنة ومرفأ مصيرة طبعا هذه المرافق تتبع محافظة جنوب الشرقية أما الرمز الثاني راح نلاحظ هنا الطائرات موجودة إذا هو يتحدث عن المطار أو المطارات راح نلاحظ على الخريطة العديد من المطارات الموجودة في سلطنة عمان طبعا عندنا أربع مطارات نبدأ بالمطار الأول مطار صحار طبعا مطار صحار في شمال الباطنة مطار مسقط الدولي في محافظة مسقط وكذلك مطار الدقم في محافظة الوسطى ومطار الصلالة بمحافظة ظفار إذا عندي أربع اللي آه هي مطارات موجودة داخل آه السلطنة طبعا مطار مسقط هو المطار آه الدولي وكذلك مطار صلالة يسير بعض الرحلات الدولية عندي موانئ أيضا راح نلاحظ أن الموانئ هي الأكثر على الخريطة إذا الأكثر انتشارا عندنا اللي هي المواني نبدأ من شمال السلطنة في محافظة مسندم في محافظة مسندم عندنا ميناء خصب وعندنا أيضا ميناء آخر اللي هو ميناء شناص وميناء صحار وميناء السويق هذه الموانئ الموجودة في محافظة شمال الباطنة مثال آخر أيضا ميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط، وكذلك ميناء الدقم الموجود في محافظة الوسطى، وميناء صلالة بمحافظة ظفار. احفظوا مواقعها لأنه ممكن يطلب منكم توقيعها على ال خريطه فمهم جدا بعد ما تتعرفوا على الرموز تحفظوا مواقع هذه اللي هي خلينا نقول الموانئ والمطارات والمرافق بالنسبه للمخطط هذا شوي سهلنا عليكم مهمه حصر اعداد اللي هي سواء كان الموانئ او المطارات او المرافق نبدا بالمحافظه الاولى محافظه مسندم محافظه مسندم يتواجد فيها ميناء اللي هو ميناء خصب آه لا يوجد فيها مطار او مرفا بالنسبه لشمال الباطنه رح نجد شمال الباطنه فيها ثلاثه من الموانئ اللي هو ميناء آه شناص وصحار وسويق وكذلك مطار اللي هو مطار صحار لا آه يوجد فيها مثال على المرافع مسقط اعطاني مثالين ايضا اعطانا مثال على ميناء اللي هو ميناء السلطان قابوس طيب الله ثراه وكذلك آه مطار مسقط الدولي لم يعطينا أمثلة على المرافع بالنسبة لجنوب الشرقية ما في موانئ ولا مطارات ولكن أعطانا أمثلة على اللي هي المرافق مثل ما ذكرنا مرفأ شنة ومرفأ جزيرة مصيرة هذه جزيرة مصيرة تمام آه كذلك آه أيضاً الوسطى عندنا فيها آه ميناء واحد ومطار واحد الموجودين طبعاً في آه ولاية الدقم وظفار كذلك آه عندنا فيها ميناء ومطار كذلك تتمتع السلطنة بالعديد من المقومات التي تمكنها من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، اذكرها في الشكل الآتي أمامك: عددي أو عدد أو اذكر مقومات استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ايش اللي يخليني أنا أستثمر في سلطنة عمان؟ الاستقرار السياسي، الأمن، والنظام الاقتصادي الحر ولله الحمد عمان تنعم باستقرار سياسي والامن وكذلك الانظمه الاقتصاديه الحره تشجع على الاستثمارات، طبعا اتمنى المزيد ان شاء الله من الاستثمارات في بلدنا. ركزت السلطنه في خططها التنمويه على التنويع الاقتصادي ووضع الخطوات التي قامت بها موضحا الهدف منها في الجدول، عندي خطوات وعندي هدف، تعالوا نشوف الخطوه، الخطوه هي انشاء عدد من المناطق الاقتصادية والصناعية الحرة هذه خطوة قامت بها حكومة السلطنة طيب ما الهدف من إقامة إذا المناطق الاقتصادية والصناعية الحرة الهدف منها استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في المخطط عندي الهدف ويريد مني أحط الخطوة اللي قامت بها سلطنة عمان لاحظ الهدف الهدف اللي هو تحسين بيئة الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال بما يخدم التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المختلفة. ايش هي الخطوة اللي قامت بها السلطنة عشان تحسن بيئة الاستثمار وسهولة ممارسة الاعمال؟ الخطوة اللي قامت فيها اللي هو البرنامج الوطني لتعزيز التنوع الاقتصادي، هذا هو السؤال من الأسئلة المهمة جدا ممكن أيضا تأتي في الاختبارات. آخر نشاط عندنا اللي هو نشاط العام والحدث مرت علينا مجموعه من الاعوام والمطلوب منا ربطها بالحدث المرتبط بها العام اللي هو عام 1970 ما في احد ما يعرف هذا العام بكل تاكيد هو تولي السلطان قابوس صيب الله ثراه مقاليد الحكم في البلاد اللي هي النهضة العمانية المباركة آه, 1970 إلى 1975 ميلادي ما هو الحدث المرتبط بهذا الفترة الزمنية لاحظوا هي فترة ممتدة آه, خلنا نقول خمسة سنوات وتسمى أحيانا بالخطط الخمسية وبعدين أصبحت خطط اللي هي كل عشر سنوات واليوم كل عشرين سنة طبعا هذه اللي هي يسموها فترة البناء المؤسسي تحديدا اللبنة الاولى للاقتصاد العماني هكذا نكون انهينا درسنا لهذا اليوم نستودعكم الله وفي حفظ الرحمن الى اللقاء